السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أكون على هذه الصورة أسمى هلالاً، وسأحكي لكم حكايات جميلة في شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فالناس فرحون بقدوم هذا الشهر الكريم. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كانت مريم سعيدة جداً بقدوم الشهر الفضيل، بدت وكأنها تخطط لأمر ما. أرادت مريم مشاركة أخيها جاد الفرحة بقدوم شهر رمضان. شعر جاد بالسعادة وبادل أخته التهنئة، فرمضان شهر الخير. يتبادل المؤمنون التهاني في شهر رمضان، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامهم وأن يصبرهم على مشقته. وها هي مريم تتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل، وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهية. إلى اللقاء. Thank you.